السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم غادي يكون هو لدغات الافعى. اول حاجه غادي نبداو بها هي شنو ندير الا شفت شي واحد قدامي تصاب بلدغات افعى. اول حاجه بطبيعه الحال هي نهدئ المصاب، ما خصوش يستريسي، ما خصش ضربات القلب ديالو يرتفعوا، لان بكل بساطه هاد الوضعيه ديال القلق وارتفاع ضربات القلب ما غادي تكون الا تسريع لانتشار السم في الجسم ديالو. ثاني حاجه كنبعد المصاب باسرع وقت ممكن من مكان الاصابه، كندير مكان امن وكنحطو كيرتاح. كنتفكر في هاد اللحظه انني نحيد ليه اي حاجه اللي ممكن تعيق الدوره الدمويه، حزام مزير، ملابس ضيقه، خاتم دايرو، ساعه يد، براسلي، يعني اي حاجه اللي ممكن تحول دون دوره دمويه نشطه في الاطراف ديالو. ثالث حاجه اللي خصني نفكرها هي اخذ صوره واضحه للافعى. علاش؟ لان النوع ديال الافعى يقدر يساعد من بعد في العلاج ديال هذا الشخص. ملي كنبغي ناخذ صوره للافعى كناخذ صوره الافعى وانا بعيد عن الخطر اذا امكن. كنكرر في هاد المعلومه بالضبط، ما عمرني نتبع الافعى، ما عمرني نخشي يدي في شي جحر ولا في شي منطقه ونحاول نصطادها، لان بهذه الطريقه كنعرض نفسي حتى انا للخطر. ملي درت هادشي كامل خاصني نعرف شنو الحوايج اللي ما خاصنيش ندير ولا اللي نتفادى انني نديرهم، وكيكونوا بدون جدوى. اول حاجه ما عمرني نربط مكان الاصابه ولا نحزمه ولا نزير عليه بشي حزام ولا بشي قنبه ولا بشي حاجه اللي غادي تزير وتمنع مرور الدوره الدمويه. ثاني حاجه واللي كثيره في الثقافه المغربيه هي التشراط، يعني انني غادي نهز واحد السكين ولا واحد الغزوه ولا واحد الحال زعما واحد الشفره، وغادي نحاول ما امكن انني نبروفوكي، يعني انا نتسبب في واحد النزيف بحجه انني غادي نتخلص مع داك النزيف من السم. هذه فكره خاطئه وتقدر تزيد تعرض المريض لخطر نزيف حاد، يعني تقدر تزيد تخرج عليه في بلاصه ما انت باغي غير تعتقو. ثالث حاجه واللي حتى هي شائعه في الثقافه اللي هي ان الا حضرتي لشي واحد معاك تصاب بلدغه، الغيفليكس اللي كيكون عندك انك غتمشي للمكان ديال اللدغه وغادي تحاول تمص السم ديالها. هاد الطريقه هذه ما غتنفعش المصاب، وكفس من انها ما غتنفعش المصاب غتعرضك انت لخطر التسمم بحد ذاتك، لانك ملي غادي تقوم بهذيك العمليه الاحتمال ديال انتشار داك السم الجسم ديالك انت كيكون كبير بزاف، وكيكونوا في بلاصه ما يكون عندنا مصاب واحد كيوليو عندنا جوج ديال الضحايا. هاد المسائل بسيطه ولكن مهمه بزاف باش تقدر تعتق واحد الشخص وما تعرضش حياته وحياتك للخطر. بطبيعه الحال حاجه ما نساوهاش واللي هي الرقم ديال مركز محاربه التسمم واليقظه الدوائيه، واللي خصو يكون ديما عندي في الهاتف ديالي الا كنت من الناس اللي كيعشاق الترحال والسفر، وخصوصا نحاول نقدم هذه الخدمه ونعطي هذا الرقم للناس اللي ساكنين تما في المناطق الجبليه ولا الصحراويه، ولا اللي عندهم كيشتغلوا يعني عندهم عمل تما ولا عندهم فلاحه، غادي يعاونهم بزاف في حاله الاصابه بلدغات ديال زواحف سامه، وغادي يقدر يعطيهم توجيهات مهمه ويقدم لهم يد المساعده.